وللمزيد حول انتهاكات النظام السوري والميليشيات الإيرانية الحليفة له واستمرار قصفه لإدلب في وقت تكدس فيه الميليشيات سلاحها في دير الزور، ينضم إلينا عبر الهاتف من الريحانية المحلل والسياسي والعسكري السوري أديب العليوي. أهلا بك معنا أستاذ أديب. أهلا بكم، تحية لكم والتحية للمشاهدين الكرام. أهلا بك أستاذ أديب. يعني من جديد قوات النظام تقصف بالمدفعية بلدات في ريفي إدلب الجنوبي وحلب أيضا الغربي، فعليا هل يستطيع النظام اجتياح إدلب في ظل قصفه المستمر عليها؟ مساء الخير، تحية لكم وتحية للمشاهدين. يعني أنا أعتقد أن من الصعب الآن أن يقوم النظام والميليشيات الموجودة يعني باقتحام المضخة بكل معنى الكلمة، بمعنى كلمة اقتحام، لكن القصف لا يزال مستمرا. ودعني أؤكد على نقطة، أن اللقاء الذي جرى بين الرئيسين الرئيس أردوغان والرئيس بوتين يبدو لي أنه لم يعني أسفر عن أن يبقى الحال على ما هو عليه، لكن إذا ما كان هناك محاولة، وخاصة الميليشيات الإيرانية التي دائما هي تخرق التفاهمات التي تتم بين الرئيس بوتين والرئيس أردوغان، يمكن أن تحاول الميليشيات الإيرانية، ولكن من الصعب جدا اقتحام المنطقة الآن، خاصة وأن يعني النقاط المراقبة التركية سابقا أصبحت الآن نقاط عسكرية، يعني لم تعد هي نقاط مراقبة فقط، وبالتالي هي موجودة على خطوط التماس، بينما سابقا عندما كانت هناك نقاط مراقبة فقط بالمعنى الكامل للكلمة، كانت يعني الثوار وفصائل الثورية المتواجدة في المنطقة هي التي على خطوط التماس، لكن الآن الحقيقة على خطوط التماس هي النقاط التركية المتمركزة هناك، لذلك لا يمكن اختراقها إلا من خلال إذا ما تم الاصطدام مع القوات التركية. وأعتقد من الصعب الآن أن تقوم هذه الميليشيات الضعيفة باقتحام المنطقة ومواجهة يعني القوات التركية، ونحن نعلم ماذا حصل في منطقة سراقب ومحيطها، وماذا فعلت الطائرات المسيرة أثناء يعني الاصطدام التركي مع هذه الميليشيات. وبالتالي أنا أقول من الصعب، لكن سيبقى الوضع على ما هو عليه، بمعنى أن تقوم هذه الطائرات المسيرة المفخخة وغيرها من المدفعية والصواريخ بقصف المدنيين المتواجدين في المنطقة يعني وتهجير الناس لا أكثر ولا أقل. يعني حديث عن التدريبات للفرقة التي يقودها سهيل الحسن الملقب بالنمر على عمليات إنزال، إلى أي مدى يمكن فهم القصف المستمر لربما كما يراه العديد من المحللين كتمهيد لعملية إنزال محتملة على إدلب، وهل يتعلق ذلك بعمليات الاستطلاع التي يقوم بها الطيران التابع للنظام؟ يا سيدي الكريم، يعني ما يسمى النمر الحقيقة هو نمر من ورق، يعني لا يستطيع أن يقوم بهذا الإنزال، لأن هذه المنطقة منطقة جبلية ومنطقة معقدة جدا، يصعب جدا القيام بإنزال يعني خلف ما يسمى بالإنزال خلف خطوط العدو، من الصعب جدا القيام بإنزال والسيطرة على هذه المنطقة، لأن هذه المنطقة أصبحت تشمل عسكرية حقيقية على كل نقاط التماس، على كل محيط، يعني من منطقة النيرب وسراقب وحتى منطقة الكبينة، النقاط العسكرية موجودة التركية، إضافة إلى ذلك هناك العديد من النقاط الثوار، إن كان في النسق الثاني وإن كان في المقدمة، متواجدين على كل مفاصل جبل الزاوية وجبل الأربعين وحتى وصولا إلى الكبينة. وبالتالي من الصعب ومن المستحيل جدا ضمن هذه المعطيات وهذه الظروف أن يكون هناك إنزال جوي يستطيع من خلاله خرق الدفاعات الموجودة في المنطقة، لا قوات النمر ولا غيرها من هذه الميليشيات المتفرقة المشرذمة التي لا تستطيع ضمن هذه المعطيات والظروف، ضمن القوى والوسائط المتوفرة لديها، أن تقوم بخرق هذه الجبهات. نعم، يعني كما ذكرت هناك اتفاق على استمرار الوضع كما هو عليه، ولكن ما معنى أن يتم هذا التصعيد بعد يعني اللقاء الأخير بين الرئيسين التركي أردوغان والروسي في سوتشي؟ يا سيدي الكريم، دعني أؤكد على نقطة، يعني أنا لا أقول أن يعني اللقاء الأخير بين الرئيسين الروسي والتركي أفضى إلى تفاهمات في إدلب، لكن التفاهم الذي حصل حسب وجهة نظر وحسب قراءتنا لما حصل، أنا أؤكد على أن الوضع سيبقى على ما هو عليه، بمعنى أنه لا يمكن أن تقوم هذه القوات بالاقتحام أو الاجتياح، لكن
سيبقى يعني القصف يعني يعني متواصل، سيبقى القصف. لكن هنا نقطة هامة جدا أؤكد عليها، ما قاله وزير الخارجية الروسي في الليلة الماضية عندما قال في لقائه مع وزير الخارجية المصري بأن يعني على تركيا أن تفي بالتزاماتها. يعني دائماً أؤكد على النقطة بأن وزير الخارجية الروسي يعني يكيل بمكيالين وينظر بعين واحدة، بمعنى أن على روسيا أيضا أن تقوم بتعهداتها التي تعهدتها أمام الأتراك من خلال سحب قواتها من منطقة الرفعت ومن منطقة منغ وغيرها من المناطق التي فيها عصابات إرهابية، عصابات البيكيكي تحت ظل العلم الروسي. ولذلك أنا أقول أنه من الصعب الآن الاجتياح أو دعني أقول تنفيذ الاتفاقات التي حصلت بين الجانبين، لأن روسيا هي التي لا تفي بتعهداتها. نعم، إذن كنت ضيفا عبر الهاتف من الريحانية المحلل السياسي والعسكري السوري أديب العلوي، شكرا جزيلا لك.